الرئيس السيسي يؤكد أهمية تطوير الأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التطلعات والتحديات. عشرات الشهداء والمصابين في غارات للاحتلال على غزة في اليوم 72 بعد 200 من العدوان. وانطلاق التصويت في الانتخابات البريطانية وسط توقعات بتحقيق حزب العمال المعارض فوزا كبيرا. العاشرة صباحا السابع بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة، مرحبا بكم. بداية هذه النشرة ستكون مع زميلي محمد الرميحي، لك محمد. شكرا دعاء. أهلا بكم. البداية من أداء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. أهلا بكم. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء أعضاء الحكومة الجديدة والمحافظين ونواب الوزراء والمحافظين، وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة. صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أعرب في مستهل الاجتماع عن أطيب تمنياته للحكومة الجديدة بالتوفيق والنجاح في أداء مهام مناصبهم، موجهاً الشكر والتقدير لأعضاء الحكومة السابقة والمحافظين السابقين لجهودهم المخلصة في دعم مسيرة التنمية التي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات واجتياز التحديات خلال الفترة الماضية. كما أكد الرئيس السيسي أهمية التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التطلعات وكذلك التحديات خلال المرحلة المقبلة، مشددا على أهمية الاستفادة من الخبرات السابقة بما يرسخ أطر العمل المؤسسي والحوكمة. إلى ذلك أكد الرئيس أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة مع إعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية. هذا وأكد رئيس الوزراء والحضور للرئيس السيسي عزمهم بذل أقصى الجهد لتحقيق صالح الوطن والمواطنين على جميع الأصعدة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسادة الوزراء أعضاء الحكومة الجديدة والمحافظين ونواب الوزراء والمحافظين، وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أعرب في مستهل الاجتماع عن أطيب تمنياته للحكومة الجديدة بالتوفيق والنجاح في أداء مهام مناصبهم، موجها الشكر والتقدير لأعضاء الحكومة السابقة والمحافظين السابقين لجهودهم المخلصة في دعم مسيرة التنمية التي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات واجتياز التحديات خلال الفترة الماضية. كما أكد السيد الرئيس أهمية تطوير شامل للسياسات والأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التطلعات وكذلك التحديات خلال المرحلة المقبلة، مشددا على أهمية الاستفادة من الخبرات السابقة بما يرسخ أطر العمل المؤسسي والحوكمة، فضلا عن تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات وأجهزة الدولة، وذلك في إطار من الحرص على المصلحة العامة والنزاهة والشفافية والتواصل الفعال مع الرأي العام. كما أكد السيد الرئيس أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة مع إعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية وعلى رأسها الصحة والتعليم، مشددا على الأهمية البالغة لبناء وتطوير الصناعات المصرية باعتبارها هدفا استراتيجيا في مسيرة بناء الدولة، وموجها بأن تعمل الحكومة الجديدة على جذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بمواصلة وتعزيز جهود صون الأمن القومي المصري في ظل التحديات غير المسبوقة التي يموج بها المحيطان الإقليمي والدولي وما تفرضه من الاستمرار في بناء قدرات الدولة في جميع القطاعات، فضلا
عن الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في مجالات مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وكذلك مواصلة العمل على ترسيخ مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز بين جميع المواطنين. هذا وقد أعرب السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الحضور عن تشرفهم بخدمة الوطن خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب العمل المكثف وإنكار الذات، مؤكدين للسيد الرئيس عزمهم على بذل أقصى الجهد لتحقيق صالح الوطن والمواطنين على جميع الأصعدة. صرح مصدر برلماني لإكسترا نيوز بأن مجلس النواب حدد يوم الاثنين القادم لانعقاد جلسة إلقاء بيان الحكومة الجديدة، وذلك وفقا للدستور والقانون. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد. وفي برقية التهنئة أكد مدبولي أن هذه المناسبة تجسد أسمى المعاني في نشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، كما هنأ رئيس الوزراء شيخ الأزهر بالعام الهجري الجديد. We'll be right back.
وإلى تطورات الأوضاع بقطاع غزة. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة، وقصفت طائرات الاحتلال عدة منازل في مدينة غزة، كما قاصفت مدفعية الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع بحي الشجاعية شرق المدينة. أطلقت المدفعية عدة قذائف صوب المنطقة الشمالية الغربية من مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة، وبذلك ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 37,953 والإصابات إلى أكثر من 87,000 منذ بدء عدوان الاحتلال في 7 أكتوبر الماضي. بدأت أطنان النفايات ومياه الصرف الصحي وكأنها تحاصر النازحين في خيامهم بغزة في ظل انتشار الأمراض المعوية والجلدية. وحذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من انتشار الأمراض والآفات. أطنان من النفايات تحاصر خيام النازحين وسط قطاع غزة، ما ينذر بكارثة صحية وبيئية كبيرة في ظل افتقار القطاع لأي خدمات عامة أو صحية. فمع تنقص المساحات الآمنة التي يمكن للنازحين نصب خيامهم فيها والإقامة بها وسط قطاع غزة، بدت أطنان النفايات ومياه الصرف الصحي وكأنها تحاصرهم في خيامهم في ظل انتشار الأمراض المعوية والجلدية. إيش أعمل في الأمراض؟ هي تنتين مرضين، هاي رجلينا، ها هاي الحشرات، هاي هذا هو، ها هاي الحشرات، تفرجوا، مش عارفين لا نعالج حالنا ولا ناكل ولا نشرب ولا عارفين نعيش. وإذا ما متناش من المرض حنموت من القصف، وإذا ما متناش من القصف حنموت من المرض تاع البحر، حبوب ودمار وخراب. ولم تتمكن طواقم النظافة وإزالة النفايات في قطاع غزة من الوصول إلى مكبات النفايات الرئيسية شرق القطاع مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، وهو ما دفعها إلى إنشاء مكبات للنفايات مستحدثة غالبيتها تحاصر خيام النازحين. وحذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من انتشار الأمراض والآفات مثل الفئران والبعوض التي تزيد من انتشار الأمراض في ظل فقدان بعض الأدوية التي تسهم في علاج الأمراض الجلدية والمعوية المنتشرة. وأدانت الوكالة منع السلطات الإسرائيلية موظفي الأونروا من الوصول إلى مكبات النفايات، فضلا عن قيامها بتدمير العديد من مراكز الصرف الصحي التابعة للوكالة والآليات والشاحنات الخاصة بالتخلص من النفايات. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قرقلية بالضفة الغربية، وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وسيرت آليتها في محيط البلدة القديمة من المدينة. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وعدة بلدات تابعة لها وسيرت آليتها في شوارع وأحياء هذه البلدات. ما زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل التعدي على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتشرعن بؤرا استيطانية غير مشروعة ومرفوضة بموجب القوانين الأممية. رغم موجات الإدانات الأممية والعربية والدولية، ما زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل التعدي على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتشرعن بؤرا استيطانية غير مشروعة ومرفوضة بموجب القوانين الأممية في تحد متواصل لقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. نحو 13 كيلومترا مربعا من الضفة الغربية المحتلة صادقت إسرائيل على مصادرتها في أكبر مصادرة منذ 3 عقود وضربة جديدة لمساعي إحياء حل الدولتين. منظمات حقوقية أشارت إلى أن هذه المصادرة تعد هي الأكبر منذ اتفاقيات أوسلو عام 1993 ليصبح عام 2024 عام الذروة بالنسبة لإعلان مصادرة مساحات من الأراضي الفلسطينية. ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل الضفة الغربية وتقيم عليها بشكل دوري مستوطنات غير شرعية ومرفوضة بموجب القوانين الأممية والدولية. وشهد التوسع الاستيطاني تصارعا في ظل الحكومات المتعاقبة منذ احتلال الضفة الغربية، ولكن سرعته ازدادت حدة مع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وبهذه المصادرة ترتفع مساحة الأراضي التي صادرتها إسرائيل منذ بداية العام الجاري واندلاع العدوان على قطاع غزة إلى نحو 24 كيلومترا مربعا. وتقول الأمم المتحدة إن تسريع إسرائيل بناء المستوطنات غير القانونية منذ بدء الحرب في قطاع غزة يهدد بالقضاء على أي احتمال لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. يصوت الناخبون البريطانيون لاختيار 650 نائبا برلمانيا في مجلس العموم الجديد. يحق لنحو 46 مليون شخص التصويت في تلك الانتخابات لاختيار 650 مشرعا يمثلون الدوائر الانتخابية أو المناطق المحلية. لذلك تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية حزب المحافظين الحاكم لصالح حزب العمال المعارض بعد 14 عاما قضاها المحافظون في السلطة. المزيد بشأن الانتخابات البريطانية في العرض التالي مع زميل محمد أنصاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بحضرتكم. 46 مليون بريطاني تقريبا يحق لهم التصويت في جولة الانتخابات العامة التي دعا لها رئيس الوزراء ريشي سوناك، في تصويت تشير التوقعات إلى أن حزب العمال المعارض سوف يحقق خلاله تقدما كبيرا على حزب المحافظين الحاكم. خلال هذه الجولة الانتخابية يصوت البريطانيون لاختيار الأعضاء الجدد لمجلس العموم والحكومة، ويختار الناخبون 650 مشرعا يمثلون أكبر عدد ممكن من الدوائر الانتخابية أو المناطق المحلية، حيث سيصبح زعيم الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المشرعين رئيسا للوزراء. التوقعات والاستطلاعات الرأي تشير إلى احتمال أن يخسر حزب المحافظين بزعامة ريشي سوناك أمام حزب المعارض الرئيسي حزب العمال بزعامة كير ستيرمر بعد قضاء 14 عاما بالسلطة في ظل 5 رؤساء وزراء مختلفين، حيث توقع أحدث استطلاع للرأي حصول حزب العمال على نحو 40% من أصوات الناخبين مقابل حصول حزب المحافظين على نحو 20% من الأصوات. ولا طالما هيمن حزب المحافظين والعمال بشكل تقليدي على السياسة البريطانية في ظل النظام الانتخابي الحالي بالمملكة المتحدة، ما يجعل من الصعب على الأحزاب الصغيرة الفوز بالتمثيل في البرلمان. ومن أبرز الملفات المطروحة أمام الحزبين الرئيسيين المتنافسين هي الاقتصاد والعمالة والهجرة والخدمات العامة والصحة الوطنية. وخلال الحملات الانتخابية روج الحزبان لقدرتهما على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة في بريطانيا، حيث يضغط الشعب البريطاني منذ فترة طويلة على الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية المتدهورة. مشاهدينا، كان هذا استعراضا للانتخابات العامة البريطانية والقضايا والملفات التي يترقب البريطانيون العمل عليها. نشكر لحضراتكم حسن المتابعة.
تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالبقاء في السباق الرئاسي رغم أدائه الضعيف في مناظرة الأسبوع الماضي مع منافس الجمهوري دونالد ترامب. اجتمع بايدن مع 24 من حكام الولايات الديمقراطيين ورئيس بلدية واشنطن سواء عن بعد أو بالحضور الشخصي لطمأنتهم بأنه قادر على المضي في الترشح لولاية جديدة بعد الأداء الباهت في المناظرة. أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 21 من أصل 22 طائرة مسيرة استخدمت في هجوم روسي خلال 24 ساعة الماضية. أضافت أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت طائرات مسيرة فوق 6 مناطق في شمال ووسط البلاد. أعلنت موسكو أن صاروخاً روسياً قصف ودمر مقاتلة أوكرانية من طراز ماك 29 في مطار بمنطقة دنيبرو باتروفسك، وذلك باستخدام نظام الصواريخ إسكندر. وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على منطقة نوفي في دونيتسك بعد مواجهات مع القوات الأوكرانية. تراجعت طلبيات الصناعية الألمانية على نحو غير متوقع في مايو ب 1.6% مقارنة بالشهر السابق على أساس التعديل في ضوء عوامل موسمية وعوامل التقويم. جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الإحصاءات الاتحادي بألمانيا، وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين قد توقع زيادة 0.5%. تراجعت أسعار النفط في التعاملات الأسيوية مع توخي المستثمرين الحذر حيال توقعات انخفاض الطلب مع صدور بيانات بشأن التوظيف والأعمال في الولايات المتحدة جاءت أضعف من المتوقع. هبطت العقود الأجلة الخام برنت 48 سنت إلى 86.86 دولار للبرميل، كما خسرت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنت إلى 83.36 دولار للبرميل. ارتفعت أسعار الذهب بعد بيانات اقتصادية أمريكية جاءت أقل من المتوقع. رفعت الأمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2362 دولارا للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا في الجلسة الماضية. وفي الأخبار الرياضية، يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي في السابعة مساء مع الداخلية ضمن مواجهات الجولة 29 من الدوري الممتاز. يحتل الأهلي المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 51 نقطة، فيما يقبع الداخلية بالمرتبة الأخيرة بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة. في نفس الجولة يلتقي فريق الاتحاد السكندري مع طلائع الجيش على ملعب استاد جهاز الرياضة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. يحتل الاتحاد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، بينما يمتلك طلائع الجيش 34 نقطة بالمركز 11. يترقب عشاق الساحرة المستديرة نهائيا مبكرا في كأس الأمم الأوروبية، والذي سيجمع بين صاحب الأرض المنتخب الألماني ونظيرها الإسباني في الدور الربع النهائي للبطولة. المزيد في هذا التقرير. عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع النهائي المبكر باليورو 2024 الذي سيجمع بين صاحب الأرض المنتخب الألماني ونظيره الإسباني في الدور ربع النهائي للبطولة.
منتخب إسبانيا تأهل لهذا الدور عقب الفوز على جورجيا 4 أهداف مقابل 1. وعلى الجانب الآخر تخطى منتخب ألمانيا عقبة الدنمارك بسهولة بعد الفوز 2 مقابل. ويدخل كلا المنتخبين اللقاء برغبة تحقيق الفوز والتقدم خطوة أخرى نحو اللقب، إذ يعد لاروخا أحد أبرز المرشحين لحصد اللقب، بينما لا تقل حظوظ المانشيفت في الفوز بالبطولة عن حظوظ نظيره الإسباني، بل ربما تزيد بسبب امتلاكهم عامل الأرض. ويتقسم منتخب ألمانيا وإسبانيا صدارة أكثر المنتخبات حصدا لبطولة اليورو تاريخيا، إذ نجحت الماكينات الألمانية في حصد البطولة الأوروبية في 3 نسخ من قبل، ومثلها حقق الماتادور الإسباني. يتواجه منتخب ألمانيا ضد منتخب إسبانيا للمرة 9 في بطولة كبرى، حيث أقيمت 5 من آخر 8 مباريات في بطولة كأس العالم فقط. اللقاء سيكون 4 بين إسبانيا وألمانيا في بطولة أمم أوروبا، حيث فازت إسبانيا 2 عام 1984 و2008، بينما فازت ألمانيا عام 1988، وكان آخر لقاء بينهما في نهائي 2008 حيث فازت إسبانيا 1-0. قمة كروية من العيار الثقيل تجمع بين المنتخبين البرتغالي والفرنسي غدا في دور 16 من كأس الأمم الأوروبية بألمانيا. المزيد في التقرير التالي. ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم لقاء القمة المرتقب ببطولة الأمم الأوروبية، والذي يجمع 2 من كبار القارة العجوز هما المنتخبان الفرنسي والبرتغالي. منتخب البرتغال استطاع العبور إلى ربع نهائي اليورو بعد تخطيه سلوفانيا بصعوبة بركلات الترجيح عقب التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي. ومن جهته بلغ المنتخب الفرنسي الدور ربع النهائي من كأس أوروبا بعد فوزه الصعب 2 على بلجيكا. وينحاز التاريخ للمنتخب الفرنسي، حيث التقى المنتخبان 28 مرة، حيث حقق الديوك الفوز خلال 19 مباراة مقابل 6 فقط للبرتغال، فيما حسم التعادل 3 مواجهات. المواجهة المرتقبة تجمع بين قائدي المنتخبين الدون كريستيانو رونالدو والفتى الذهبي مبابي بعد ظهورهما المتواضع في البطولة. فظهر الفتى الفرنسي الذهبي مبابي وهو يرتدي قناعاً لحماية أنفه المكسور منذ مباراة فريقه الافتتاحية في اليورو، وأحرز حتى الآن 1 فقط من ضربة جزاء أمام بولندا، بينما أخطأ رونالدو في هز الشباك ليسجل رقماً قياسياً سلبياً في مسيرته، حيث أنهى صاروخ مادريد لأول مرة دور المجموعات في بطولة كبرى سواء كأس عالم أو كأس أوروبا أو دوري الأمم الأوروبية دون تهديف. أما عن أحوال الطقس، فتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم نهارا طقس شديد الحرارة، رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس مائل الحرارة رطب على أغلب الأنحاء. فيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة. وصلنا لنهاية النشرة، وهذه تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يؤكد أهمية تطوير الأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التطلعات والتحديات. عشرات الشهداء والمصابين في غارات للاحتلال على غزة في اليوم 72 بعد 200 من العدوان.
انطلاقوا التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط توقعات بتحقيق حزب العمال المعارض فوزا كبيرا. مزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. هذه تحية دعاء جاد الحق وتحياتي محمد الرميحي. سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته.